مساء الخير، ازاي حضراتكم؟ معاكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة. الفيديو ده حابب أتكلم فيه عن تفاصيل الجديدة المتعلقة بمشروع لوميا لاجونز. ده تاني مشروع لشركة دبي في العاصمة، وبالتحديد في الار اي في القطعة اتش 4. طبعا أنا كنت عملت فيديو من فترة قريبة جدا عن المشروع، واتكلمت بتفاصيل عامة عن مشروع لوميا لاجونز. فحابب النهاردة أتكلم مع حضراتكم عن المساحات والأسعار، طبيعة الخدمات اللي هتكون متوفرة في المشروع. برضو طبعا شركة دبي كانت طرحت في شهر أكتوبر السنة اللي فاتت مشروع لوميا في الـ R7. المشروع ده حقق مبيعات هائلة جدا. سعر المتر وقت اللونش كان بيبدأ من 22,000 جنيه، النهاردة سعر المتر في الوحدات المتبقية، عدد قليل جدا محدود من الوحدات المتوفرة هناك، بيتراوح سعر المتر من 40 ل 45,000 جنيه، وده يعتبر في فترة وجيزة جدا. وفي يعني ناس كسبت وبتعمل ريسيل وكسبت في الريسيل بتاعها كمان. فطبعا دي فرصة لأي مستثمر ان هو حابب يدخل النهاردة في مشروع لوميا لاجونز في الار اي، تمام؟ خصوصا ان المشروع مميز جدا. يعني القطعة بتاعة الارض، اولا عندك هنا المشروع طبعا مجاور لنادي الزهور على حوالي 73 فدان من الاسفل. ده طبعا الممشى السياحي بتاع الار 8، وهنا السنترال بارك بتاعه الار 8. هنا طبعا من الاعلى منطقه خدمات متوفره طبعا، زائد ان هو المشروع يعتبر تاني نمره من المحور الرئيسي بتاع الار 8، اللي هو يعتبر موازي لمحور بن زايد الجنوبي ونهر الاخضر. ده يعتبر محور قاطع الار 8 بالكامل، بيوصل يعني بيبقى الدخله بتاعتك هنا على الشارع الرئيسي دوت. المحور ده بيفضل مكمل كده لحد ما بيطلعك تاني على الشارع الرئيسي اللي هو بيوصلك لمحور بن زايد الجنوبي. فموقع الارض مميز جدا، كل المعالم اللي حواليها معالم مميزه. طبعا بالنسبه للكومباوند حوالي 37.5 فدان، عباره عن شقق ودوبلكسات. طبعا بالنسبة لكل العملاء المهتمة تشتري أو تحجز في لوميا لاجونز، في معلومتين مهمين جدا يشرفني طبعا إن احنا نتعاون مع بعض، إن حضراتكم تتواصلوا معايا بحيث إن احنا نتناقش مع بعض في تفاصيل المشروع، وإن أهم حاجة إن حضرتك تقرأ العقد بتاعك قبل كل شيء وقبل ما تحجز حتى، بحيث إن انت لو في عندك أي استفسارات متعلقة ببنود العقد. طبعا بطبيعة الحال بحكم طبيعة عملي في العاصمة وعندي طبعا دراية كاملة عن طبيعة العقود بتاعة الشركات في العاصمة، فأقدر طبعا أتناقش مع حضرتك في العقد الخاص بالشركة لو في أي استفسارات عن أي بند. وتاني حاجة أتكلم مع حضرتك عن الماتيريال الجديدة طبعا اللي هتظهر، عن الماستر بلان، أماكن الوحدات المميزة اللي نقدر نختار من عليها، مثلا سواء موقع العمارة، التصميمات بتاعة الشقق، الحاجات دي كلها بما تتناسب طبعا مع الميزانية بتاعة حضرتك. فده طبعا شق مهم جدا، لازم يكون معاك حد خبرة بحيث ان هو يساعدك في كل الامور ديت. لان طبعا الشركة في الاول وفي الاخر مش هتدي لك كل التفاصيل اللي ممكن يديها لك الاستشاري او البروكر اللي ممكن يكون مع حضرتك، تمام؟ لان هو اهم شيء بيتعامل معاك بكل حيادية عشان يوصلك فعلا لافضل شيء يكون مناسب لحضرتك، سواء في مشروع لوميا او في غيرها من المشاريع التانية. طبعا وده طبعا عنصر مهم تاني، ان حضرتك ممكن يوم التسكين لو لا قدر الله ما وصلناش لحاجة مناسبة، او الاسعار مثلا لاي اسباب ما كانتش مناسبه، او اماكن الوحدات المتاحه وقتها، وان كان ان شاء الله هتلاقي الحاجه المناسبه ليك، ولكن يعني لازم يكون في بدائل تانية. فلازم طبعا ان احنا ندرس مع بعض البدائل التانية من دلوقتي، بحيث ان حضرتك يبقى عندك رؤيه كامله عن طبيعه السوق الحالي، وخصوصا ان في كذا مشروع بيتطرح دلوقتي برضو في الار 8 مع المشروع بتاع لوميا لاجونز. فلازم يكون عندك فيدباك كاملة عن طبيعة السوق، سواء المشاريع اللي هي طرحة بيع من فترة، أو اللي هي بالفعل عندها إنشاءات على أرض الواقع، أو بالنسبة للمشاريع اللي لسه بتطرح ولسه في المرحلة بتاعت اللونش أو كده يعني. فطبعا يشرفني إن احنا نتعاون مع بعض، وفي انتظار حضراتكم. وطبعا رقم يظهر على الشاشة متاح عليه كمان الواتساب تحت أمر حضراتكم. هقول لحضراتكم برضو على طبيعة الخدمات، يعني هتلاقي في نادي رياضي على حوالي 2 فدان، هيكون في بقى سويمنج بول، هيبقى في مثلا اماكن متنوعه للمساحات الخضراء، هيبقى في اللي هو التراك خاص للرياضه او الجري، طبعا بخلاف الجيم، الحاجات المتعارف عليها، الخدمات المتعارف عليها بشكل عام. هيبقى طبعا في كيدز اريا، هيبقى في مسجد، ودي من الحاجات المميزه جدا والقليله
بالنسبة للكومباوندز، وخصوصا ان طبيعة الكومباوندات ال 30 وال 40 فدان بيبقى قليل قوي ان الكومباوند بيكون متوفر في مسجد او كده. بيبقى عادة المشاريع التانية بيكون داخل المول مثلا او منطقة الخدمات، بيبقى متوفر مكان اللي هو زي مصلية كده يعني. تمام، هيبقى فيه طبعا بيزنس سنتر برضو، فدي عموما طبيعة الخدمات اللي هتكون متوفرة في المشروع. هيبقى فيه سبورتنج كلاب، ده بخلاف طبعا الكلاب هاوس، ده هيبقى مساحته حوالي 8400 متر. في طبعا الشركاء النجاح اللي هم داخلين في المشروع، الاستشاري الهندسي الباشمهندس محمد طلعت، طبعا اوكو بلان الاستشاري بتاع اللاندسكيب في المشروع، طبعا الشريك التكنولوجي شركة اتصالات، تمام، شركة اتقان ديت اللي عاملة اللي هي دراسة الجدوى بشكل عام او الامور المالية المتعلقة للمشروع ودراسة الجدوى. بالنسبة طبعا للكونستراكشن او المقاولات، شركة اسمها دي تك، تمام، وبي سي اي ديت خاصة بالالكترو ميكانيكا. تمام، بالنسبة للمساحات، اقل حاجة دلوقتي متوفر مساحات استوديو 54 متر، ودي من الحاجات المميزة جدا، لان مش كل الكومباوندز اللي بتطرح دلوقتي في العاصمة بيكون متوفر فيها مساحات استوديو. بنتكلم الاسعار، الاستوديو بتبدا من 1,800,000 جنيه، المساحات الغرفتين 134 متر دي بنتكلم في حوالي 3.5 مليون، والمساحات الثلاث غرف 148 متر بتبدا اقل حاجه من 4,900,000، وفي معاك كمان المساحات الدوبلكس دي بتبقى 211 متر، بيبقى في منها فيو على لاجون او فيو مثلا على لاندسكيب او كده 211 متر، دي سعرها بيبدا من 7,600,000. سعر المتر عموما بيتراوح من 28,500 بيوصل ل 35,000 جنيه، الاستلام بيكون نص تشطيب، السعر بيختلف حسب موقع الوحدة والفيو، التقسيط بيكون مقدم 10% والباقي على 7 سنين، او في نظام 15% مقدم والباقي على 8 سنين اقساط متساوية. الاستلام هيكون خلال 4 سنين. المصاريف الاضافية الصيانة بتكون 10%، بيكون بالنسبة لمصاريف الباركينج والكلاب هاوس ومصاريف كمان النادي الرياضي اللي احنا اتكلمنا عنه، التكلفة الإجمالية للمصاريف الإضافية بتكون 300,000 جنيه بخلاف طبعا مصاريف الصيانة. فدي كده تفاصيل عامة حبيت أتكلم فيها مع حضراتكم عن مشروع لوميا لاجونز. طبعا لو في أي عميل مهتم بتفاصيل أكتر عن المشروع أو حابب يتابع معايا الماتيريال الجديدة اللي هتظهر عن الماستر بلان بتاعة الكومباوند، او طبعا بالنسبه للتصميمات بتاعه الشقق، يقدر ان هو يبعت لي اي مسج على الواتساب بحيث ان انا اتابع معاه التفاصيل دي كلها، واكون معاه وقت التسكين واحنا بنختار اميز وحده هتكون متوفره داخل المشروع بما تتناسب مع طبيعه الامكانيات او الميزانيه بتاعه حضرتك، وبكون معاك في قرايه العقود طبعا بحيث لو في اي استفسارات عن اي بند متعلق بالعقود او العقد اللي حضرتك بتوقع عليه بنتناقش مع بعض فيه، بوضح لحضرتك كل الاستفسارات بتاعه حضرتك. الخدمة دي أنا بقدمها لحضرتك بشكل مجاني، وطبعا لو في أي استفسارات يشرفني طبعا إن احنا نتعاون مع بعض. معاكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحت أمر حضراتكم في أي وقت، وشكرا جزيلا.